بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي اليوم جبت لكم وصفة يحبوها الجزائريين كامل، وصفة صبر الرشراش، والله بساط الريح كما عاد يقولوا له. جبتها لكم بطريقتي. نحتاج في المقادير نتاعها، نبداو على بركة الله، نحتاج ربع عظمات، ونفقصوا العظمات مع دوك السخانة حبيبتي الصغارات. تفقصوا العظمة في حاجة، ما تفقصوهاش طول، قادرة تلقاو عظمة هكا فاسدة ولا تفسد لكم العظام تاعكم كل. فقصوا في حاجة ومن بعد صبوا فيه رايحين تخدموا. عندنا ربع عظمات كما قلت لكم، عندنا كاس سكر معمر، كاس سكر عادي، عندنا مغرفة تاع لافاني بومبي مليح، والله مغرفة وزيدوا نصها، مهم تكون بومبي مليح باش تجي الطعمة تاعو مليحة. نخبطوا مليح المقادير تاعنا، نخبطوا البيض مليح مع السكر ولا العظام، كل واحد كيفاه يقول لهم، نخبطوهم مليح حتى يولي الخليط نتاعنا ابيض، ماشي نبالغوا كيما تاع الجينواز ولا، بصح حتى يولي الخليط نتاعنا يدخل مليح السكر في البيض. ما ننساوش حبيبتي قرصة الملح، قرصة صغيرة برك ماشي حاجة. عندنا نص كاس زبدة دايبة، نص كاس زبدة دايبة والنص الاخر نكملوه زيت. اللي ما عندهاش تقدر دير كاس زيت برك، بصح صدقوني باللي الزبده راح تعطيه الطعمه رائعه، ويجي خفيف ويجي واحد البنه مليحه. يعني نديرو هذيك الزبده تاعنا والزيت، نديرو نفرغو بشوي، ما نفرغوهاش كامله، نديرو تدريجيا ونخبطو بالباتر. واللي ما عندهاش الباتر تقدر تخبط بالفوي. بكري كي كنا صغار كنا نديرو حتى بيدنا هكا نخبطو ويجينا مليح. ليسونسيال الباتر هاوي يسهل علينا، بصح اللي ما عندهاش تقدر دير بالفوي هكاك تاع اليد، ولا دير بيدها طول مباشره. ونزيدو دوكا نديروه على 3 دفعات ولا ربعه ولا، ونخلطو بالعقل ونضيفو حتى نكملو هذيك الزبده ولا والزيت نتاعنا. اللي تحب كيما قلت لكم دير بالزيت ودير لاغوم، وكاين عطر الزبده هذاك ديري قطرات برك يجيك ثاني بنين، بصح بالزبده راح يكون احسن واحسن. واللي وصلت معايا لهنا يا حبيباتي ما تنسينيش بالجام، وابونيوني اللي جات جديده، تابوني القناه، تفعل هذاك الجرس فضلا وليس امرا، وتعيشوا الحبيبات اللي انضموا ليا جدد. شكرا، بارك الله فيكم، ومرحبا بكم في قناتي، ان شاء الله تستفادوا منها. درك نبداو نزيدوا في الفرينه. فرينه تسمى كل قدره، فرينه تشرب فرينه ما تشربش، ما تقدرش تقيدوا بالقيس اللي ندير انايا. نديروا الكاس الاول تاع الفرينه، وندير زوج باكيات خميره، الوزن تاع كل ساشي تاع الخميره 10 غرامات. نعقبوهم هكا، دي فوا يلقاو فيها هذاك الكراكب، نعقبوهم هكا في الصفايه، ونخلطوا الباتور تاعنا قبل ما نشعلوه باه ما تبداش تتفرز عنا الغبره هذيك وتطاير لنا على الدنيا. نحركوه سع شويه، ومن بعد نوليو نشعلوا الباتور تاعنا هكا، نديرو بالعقل، نحركوه هكا بالعقل، ونضيفوا الفرينه بالعقل. هذه مغرفه تاع لحظه، هذه حليب غبره، نزيدوا له الحليب الغبره رايح يعطيه واحد الخفه، صدقوني يجيكم هايل هايل، واحد الطراوه بسم الله ما شاء الله. والله ديروا هاد خاطر كاينين اللي ما يديروهاش، ديروا هاد دي لاستيس. انا دي فوا نزيد فيه حتى النشا، ندير نص كاس نشا. هاو الكاس الثاني تاع الفرينه. واللي ما عندهاش الحليب تاع الغبره تقدر دير ربع كاس حليب ولا نص كاس حليب برك، ما تخافوش منه ولا تقولوا واحد يجرى ولا ما عنده ما حيصير. من بعد زيدوا برك في الكميه تاع الفرينه. هاني نزيد انا في الفرينه، نزيد بالطرف، ما نروحش نصبها كل دفعه واحده ومن بعد تجيني لاباط تاعي يابسه ونحصل فيها ما عنديش كيف راح ندير لها. هكا بشويه ونحرك بيدي بالصوابع برك، ما نحركوش بالكفوف تاع اليد، ما كان نزيدو ندخلو يدنا ونقعدو نخلطو فيها هكا بالصوابع كي شغل راهي باتر اللي راهي تخدم. خلطو هكا بشويه ونشوف منين لقاه مازال ما شربش ما نشفناش، نزيد الفرينه تاعي بشويه حتى نتحصل على العجينه اللي نحتاجها. وكل واحد طبعا العجينه تاعو، دوك انا الا كان درت ربع كيسان قادره واحد اخرى يديرها 3 كيسان ونص ولا اكثر، ربع كيسان ونص
هكا بشويه برك ونشوفوا ما نخافوش منه. وهو راه يجي جاري شويه، شفتوا كيما الكروكي البنيات اللي ما يعرفوش ولا اول خطره حميه يشوفوه ولا يجربوه، كيما الكروكي يجي جا الجراوه تاعو هكاك. نبقاو نضيفو في الفرينه بشويه ونخلطو بصوابعنا، ومن بعد كي تشوفوا اليد اللي خدمتو بها او يبقى يلصق لكم فيها تقولوا هو مازال جاري. لا لا، وقادر يكون هو نشف وانتم ما تحطوه مازال جاري، قيس هزوا باللاباط نتاعكم باليد الاخرى تلقاوه عاد ما يتلصقش في اليد تسمى خلاص. ولا ومن بعد كي تحطوه هو كي تحطوه في البلاطو انتم تتحكموا في العلو نتاعو، حبيتوه رقيق ديروا في بلاطو صغير باش بلاطو بلوتو كبير كيما درت انا، البلاطو تاعي كبير شافوا الطراوه تاعو هاو طري وما يلصقش في اليد. كون ندير باليد الاخرى يلصق، باليد النظيفه ما يلصقليش فيها. درك نقسم العجينه تاعي، الطرف الصغير نخليه باش من بعد نربيه من فوق، والطرف الكبير نقرصه في البلاطو. كيما قلت لكم حبيباتي انا البلاطو تاعي مدهون بالزيت ويكون كبير، كي نقرص انا نديرو رقيق. دوك اخي شفتوا في الاول تاع الفيديو هكا رقيق نقرصو، ومن بعد تسمى اللي تحبوا يكون لها شويه عالي دير البلاطو قل من تاعي هو يعني هكا، ويجي عاد كيف مع الحليب ولا يجي ربعه. دركا نديرو المعجون، المعجون لازم تكثروا له شويه المعجون. انا دوك نعطي لكم البلاره هذه قريب داها كامله، كثروا له المعجون باش يجيكم بنين والمعجون المعجون هذا انا خدمته وحدي في الدار، معجون المشماش. تحبوا ندير لكم عليه كيفاه نخدمه نديره لكم، يجي هايل ثاني. ها هو حطاته في البلاره ندهنوا مليح، ومن بعد نوليو شوفوا لا كويسون تاعو. ديروا الفرن تاعكم، الفرن ديروه 170 180 درجه، حطوه في الرف الوسطاني، ومن بعد كي تحطوه كي يطيب لكم من تحت زيدوا حمروه من فوق. ثم طريقه تاع يعني ساهله وكيصابلي ماهوش يعني خشين بزاف، ما يديش الوقت بزاف. دوكا نوليو لهذاك الطرف تاع العجينه الصغير اللي خليناه، هذاك نزيدوا له الفرينه نيبسوه. ثم اللي كبارتهم يعرفوا الطريقه تاعو، البنيتات الصغارات اللي ما يعرفوش ولا يحبوا يجربوا الطريقه تاعي هاي كيفاه، زيدوا ثاني بصوابعكم برك ماشي بكف اليد وتعجنوا بصباعكم هك حركوا برك حتى تتلم هذيك لاباط. كي تتلم وتيبس تقدروا تربيوها في لاراب تجيكم سهله، كي تعود جاريه ما تتربى لكمش. كي نيبسها نروح نربيها فوق الكاطو تاعي نربي كل وحده ثاني ولا كوش تاعها، كان اللي دير كوش خشينه كان انا هذه هي طريقتي ويجيني ما شاء الله. هاو كيفاه تربيو، ومن بعد كيما قلت لكم طيبوه من تحت او ما يبطاش خطر او خفيف وتسمى ورقيق ماهوش عالي بزاف ولا، ومن بعد يدوش علولو من فوق. التزيين تاعو ندردرو له سكر كلاص بالصفايه، ندردرو له سكر كلاص ها هو هكا. ومن بعد هانا كي هادي بعد ما طاب نحط هكا سكر كلاص، وصدقوني تخبيو كل يوم يزيد يطرى اكثر واكثر. قصوه حطوه في باط لي بورت مونجي هذوك برك وخبيوه، والله العظيم صدقوني غير يطير طيران مع الحليب خفيف على الكيف مع هاد اليامات. ان شاء الله ربي يفرحنا بوليداتنا كيش ما دي يحطوه مع الموناد ولا مع ولا مع الجو ولا مع التاي ولا، المهم راهو خفيف ربي يبارك. شوفوا كيفاه جا احمر هذاك الحمره هذيك ولا المغرفه تاع الحليب، شوفوا كيفاه خفيف الله يبارك. ان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم حبيباتي. شوفوا القصان تاعو، تحبوا تقصوه هكا مقروضات تحبوا تقصوه كاري، تسمى هذيك كل وحده والذوق نتاعها. المهم حبيباتي كيما قلت لكم خبيوه في بورت مونجي، ومنين تحبوا تجبدوه هو تسمى لقعد لكم. انا اللي حطيته في بورت مونجي، واللي يجي يهز اللي يروح يهز راهو يطير ما شاء الله بالصحه وبالهنا حبيباتي. ولا كان جربتوه خليو لي في لي كومونتير، وبقاو على خير الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.